وزي ما طلع بعين العام اللي هو قرر ان يكون ان يمارس دور نقابه الصحفيين وان يكون وصيا على الجماعه الصحفيه ويطالبنا بان نتحرك في مواجهه زملائنا اللي بيمارسوا مهنه الصحافه وان احنا نبلغ ضدهم. ثاني بنؤكد على ان على النائب العام ان ينظر ان يطبق القانون، على النائب العام ان ينظر البلاغات التي قدمناها بدلا من ان ياتي ليقول نحن ادرى بشؤون مهنتنا وبدلا من ان ياتي ليقول لنا نقابتنا. تلاقي انه حتى لو كنت بتزور تكتب اخوان في لحظه وانت في اللحظه دي مش معاهم احنا برضه هنحبسك. هي دي الرساله بالظبط. في اسباب انتقاميه بحته ورا القضيه اللي اشتغلت. هنخلي رنا يوسف مراد زميلنا يوسف شعبان يقولها. نشوف كده يعني هل في نظام اتغير فعلا؟ هل في اي حاجه حصلت من الحاجات اللي كان الناس بتثور على مرسي سببها وكانوا بيقولوا الاخوان ضياع البلد والكلام الكبير ده؟ يوم 29 مارس كان في ثلاث نشطاء ماشيين في الشارع ومعاهم كاميرا، واللي حصل ان هم كانوا بيصوروا في الشارع والاخوان قرروا ان هم كده بيعتدوا على حزب العداله والحريه، فامين حزب العداله والحريه قبض على الثلاثه دول واتحرك بيهم ناحيه اسم الرمل الداخليه. الوقت ده في اسكندريه وتقريبا في مصر كلها الداخليه والاخوان كانوا في شهر عسل مع بعض. ساعتها كانوا الاخوان بيقبضوا علينا ويسلمونا للظباط، وده كان بيبقى حاجه حلوه جدا، والظباط كانوا بيتعاونوا مع الموضوع بشكل يعني انه هم اداه في الاول وفي الاخر وبيتبعوا النظام اللي موجود يعني. وهيجي اليوم اللي هيخرجوا فيه، وبقولها كمان مره، والكلمة اللي قلتها قبل كده وكل ما اقولها يطلع اباطرة الاعلام اللي بيغتالونا ليل نهار، انتوا بتخربوا البلد، مش احنا اللي بنخرب البلد، كذبكم هو اللي بيخرب البلد، تزييف الوعي هو اللي بيخرب البلد، سرقة الفقراء وغلاء الاسعار هو اللي بيخرب البلد، رفع الضرائب عن الاغنياء وان انتوا ضدهم اراضي زيادة وشركات زيادة وحسابات مفتوحة على البحر وتسمحوا لهم ان هم يضربوا في البورصة وياخدوا كل الأرباح من البلد، هو ده اللي بيخرب البلد، مش علاء سيف، مش يارا سلام اللي بترفع قضية، ولا سناء سيف اللي بتحلم هي وزمايلها بالحرية، لكن الكذابين اللي في الإعلام اللي شايفين الظلم وشايفين الاضطهاد والطغيان وقاعدين يطبلوا على اتصالات زائفة، قاعدين يغنوا للطغاة لمجرد